الحمد لله أول حاجة احنا من 2012 وحنا ساكري فيه على الفوتسال هذيا كي وصلنا أن نلعب تحت لواء الرابطة الوطنية للفوتسال ستان بليزير بور موا ولا بور نو كامل ستراكش الحمد لله قاعدين نحوس ونطوروا الفوتسال هنا في الجزائر بصفة عامة. فيما يخص الماتش تاع لاكوب تاع كونتر الغاليه فوتسال اللي ظهرت يعني بامكانيات كبيره وانا على بالي باللي كاين فيها دي جوار كانوا في الافريك فوتسال وجات داروا كلوب ناسيونال دو عطيهم الصحه. احنا كنا في البريمير ميطون خير من الفريق هذا ظهرنا بوجه مليح وبين الفريق تاعنا ما وفقناش ربي ديفون لي بيوت عطينا بليزير بال اللي خلاتنا نخرج البريمير ميطون زير ماتش نول. دوزيام ميطون كانت الفروقات الفرديه هي اللي رجحت الفارق في اخر المطاف لفريق الغاليه بربعه واحد. من هذا المنبر يعني نقول لهم يعطيكم الصحه قاعدين تخدموا كاين ترافاي تاع فوتسال الحمد لله انا حابين نوصلوا ما كانش فوتبول اونصال حابين نوصلوا للفوتسال يعني قاعدين نشوف في ناس قاعده تتعب تخدم بالكش بالامكانيات ما كانش بالكش بالزونطريمون قاعدين نونطريو دي فوا بار سيمان ولا تروا فوا ماكسيموم يا نورمون كات فوا بار سيمان او مينيموم يعني والله يعطيهم الصحه. مبروك على ليكيب تاع الغاليه التاهل ونتمنى لها تروح في المشوار تاع لاكوب دالجيري ابعد الحدود ان شاء الله ونتمنى توجور يعني الفوتسال ما نخليوهش يولي كالفوت اونس ديما نطوروه بشكل ايجابي سواء من حنا اشخاص اللي واقفين عليه كوم دي زونترينور ولا دي ديريجون ونخليو الجمهور خليه نكسبوا الجمهور هو اللي يخلي هو الفوتسال يعطيوه هذيك الاهميه الكبيره ويعرفوه واش معناه تاع خطراكش حنا وصلنا دي مومون نهضروا نقولوا فوتسال يقولوا واش الفوتسال مي الحمد لله دركا ولات عندها شعبيه شويه بدات الناس تجيها ومشكورين على حسن الضيافه اللي ضيفتونا بها يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وبون كوراج ان شاء الله. كلمه على لقاء التاهل. بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء الحمد لله ربي على التاهل هذا اللي نهديوه ان شاء الله لجميع الطاقم اللي سهر على تسيير نادي الغاليه هذا في حديث النشأة وفي الحقيقة هو عن أوراق حديث النشأة في الحقيقة هو يعني بالطاقم الفني باللاعبين تاعو عندهم يعني كما نقولوا اكسبيريونس كي عندنا اكسبيريونس يعني مليحة فيها. المهم العذر الأطوار المقابلة كانت مقابلة صعيبة أمام الخصم كان يعني خصم متمرس نعرفوه في الساحة تاع الفوتسال المنتخب تاع قلنا فريق قلنا هذا كان كنا صعوبات اللي كانت مقابلة شيقة يعني من جهتين كما نقولوا في الشوط الأول كان تكافؤ في الفرص كما نقولوا النتيجة خرجت 1-1 في الشوط الثاني ضغطنا عليهم شوية سجلنا الهدف الثاني وعدوا سجلنا الهدف الثاني وين تحلت يعني الشفرة تاع الفريق هذاك ونشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه وهذه المباراة كانت تلعب كما نقولوا بالقلب قبل كل شيء وهذا ما كان نشكر الحكام نشكر كان اللقاء اللي كان جميل وان شاء الله تكون يعني ان هذه مبادره المقابله هذه ريفيرونس ان شاء الله لكره القدم داخل القاعه ان شاء الله باش تكون عندها انطلاقه جميله ان شاء الله والتوفيق للمقابلات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شوف اليوم ادينا مباراه كما يقولوا كان في المستوى نيفو عالي في كلتا الفريقين كانت مباراه حساسه تلعب على جزئيات صغيره اللي كانوا يتفرجوا في المباراه كون شافوا الماتش تغلط كيما نقولوا حنا بالدارجه تغلط سلك بيت الغاليزاسيون تاعهم كانت غلطه في دو جوار في الماركاج تاعهم في التيران كان فيها غاليزاسيون والحمد لله يا ربي ادينا مباراه رجوليه تاع هذه مباراه مش تاع كما يقولوا فيها نكهه خاصه كاس فيه نكهه خاصه هو العام وربي وفقنا ونشكر ليكيب كومبلي ونشكر خالتي ويعطيكم الصحه وديما غاليه ان شاء الله. يا خويا الحمد لله على الفوز هذا والتاهل هذا اللي جا في الوقت تاعو بالذات والحمد لله يعني نشكر اللاعبين بالطاقم الفني بالطاقم الاداري اللي كانت واقفه في هذا المقابله هذه كانت مع فريق من القسم الاول قال ما هذه يعني تلعب لعبه تلعب فوتسال مليح والحمد لله يا ربي كانت مقابله شيقه وصعبه جدا 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 ويعني والحمد لله على الفوز والتاهل هذا اللي يعطينا عزيمه كبيره ان شاء الله ونقدموا لقدام ان شاء الله يا ربي وان شاء الله احنا رايحين عليها ماتش ماتش احنا الهدف تاعنا ان شاء الله هو الصعود الى القسم الوطني الاول
وهذه كأس الجمهورية هذه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون في الميريك بوش بعراريد وإن شاء الله يا ربي نديوها إن شاء الله وبالجهود الجميع إن شاء الله وبإذن الله يا ربي ورب الموفق ما إن شاء الله.